جريمة جديدة وكارثة إنسانية أخرى يسعى جيش الاحتلال لإضافتها إلى سجل جرائمه البشعة بحق سكان قطاع غزة. فجيش الاحتلال الذي دفع سكان القطاع على مدار 7 أشهر من العدوان إلى النزوح نحو الجنوب وبالأخص إلى رفح الفلسطينية، ها هو الآن يطالبهم بالنزوح من جديد والتوجه نحو أماكن أخرى ادعى أنها أكثر أمناً. جيش الاحتلال طلب في بيان له سكان منطقة شرق رفح الفلسطينية بالتحرك نحو ما أطلق عليه منطقة إنسانية موسعة ستشمل بحسب بيان الاحتلال مستشفيات ميدانية وخيام وإمدادات إضافية. وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أنه بحاجة لنقل 100,000 شخص من رفح الفلسطينية، فيما أطلق عليها عملية إخلاء محدودة النطاق ستتم عن طريق تشجيع الحركة التدريجية للمدنيين في المناطق التي حددها بشرق المدينة. وبحسب بيان جيش الاحتلال سيتم توجيه سكان المنطقة المقصودة بالإخلاء عبر طرق معينة سيتم لهم السماح بالمرور من خلالها والتوجه إلى منطقة المواصي حيث المخيمات المعدة لذلك والتي أعلن جيش الاحتلال اتساعها لتمتد من دير البلح حتى خان يونس. وبعيدا عن نية جيش الاحتلال من وراء عملية الإخلاء أو الطريقة التي سيتم بها إجلاء سكان مناطق شرق رفح الفلسطينية، فإن تحرك تلك الأعداد الكبيرة سيترتب عليه مأساة إنسانية أخرى تضاف للمآسي التي يكابدها هؤلاء النازحون على مدار 7 أشهر متواصلة.